قل حكايتك وامضي، قولي حكايتك وابقي حيث أنت، حيث هو، حيث الحكاية. يحكى أنها كانت مدينة أشبه بعنقاء الرماد، مدينة تنام وتستيقظ، تحيا وتموت ثم تحيا على خشبة مسرح. لم تكن هناك ستارة تفصل الخشبة عن الجمهور، بل لم يكن ثمة جمهور، الكل على الخشبة، كلهم كانوا يمثلون، كل يدافع عن دوره بسلاحه ويصر على أن يقول حكايته كاملة. سلاحك حوارك أيها الحكواتي. مرحبا فل، اهلا مشتاق لك. مرحبا يا سيدي، كيف حالك؟ الحمد لله. مشتاق لك، تفضل عزيزي، تفضل. كيف كانت الرحله؟ عظيمه، الله يبارك فيك. الحمد لله على سلامتك. وأخيراً الأستاذ روجي عساف وحنان الحاج علي في بيتي، أهلاً وسهلاً بكما في بيتكما. الله يخليك. سلام. الله يبارك فيك. أفكر دائماً وأنا أتأمل مسارك منذ البداية الأولى، يعني أول مسرحية تشاهدينها وأنت تلميذة كانت مسرحية إزار لروجي عساف، أول عمل وأنت طالبة في الجامعة التركي روجي عساف، أول مسرحية احترافية تشاركين بها وهي من حكاية 1936 من إخراج روجي عساف. قدرك روجي عساف، حتمية القدر، وهذا ما قادني إلى المسرح. شو بدي أعمل؟ شفت. بس شو حلو هالقدر، بحلو وبمره. له مر أيضا، بوحينا شوي، بوحينا شوي. طب ما بتحس بالحلو إلا إذا دقت المر واثنين سوا. صحيح. وناس المسرح هم هكذا، يعني كل شيء ينعجن مع بعض لكي يعطي لحظة الجمال. أنا أريد من أستاذ روجي عساف أن يتذكر معي الصعود الأول لحنان الحاج علي إلى الخشبة. لن أقول لك كيف وجدته، يعني كيف صنعته، كيف صنعت هذا الصعود الأول؟ قبل قصة الخشبة كانت طالبة، كانت تلميذتي بالجامعة، فهون بتبلش القصة بهالمرحلة، مرحلة التعليم الجامعي. وكان في مجموعة شباب متحمسين، وأنا فاجأتهم بشغلي، إنه قلت لهم أنا مش معلم، ما بعرف أعلم، أنا نتعلم سوا. البعض لقطوا اللعبة، عرفوا يعني يمشوا معي بهالطريق. من بيناتهم حنان الحاج علي اللي كانت بارزة بحماسة وطريقتها باستقبال الأفكار وبترجمة الأفكار إلى أفعال. وفاجأتها كمان من بعد سنتين بعتقد من معرفتنا، عزمتها نشرب قهوة. ما كان في أبدا محاولة هيك التقرب من يعني. فكانت عم تخلص يعني الدراسة، قعدنا نشرب قهوة سوا، طلعت فيها قلت لها بدي اتجوزك. صح. فأنا سمعت براسي بابام. يعني كان الجواب للتو سريعا، أخذت 8 سنوات لحتى حصلت. 8 سنوات؟ نعم، بعد 8 سنوات، لأنه كان في ظروف اجتماعية مختلفة، دينية مختلفة. روجي ماروني الأصل، أنا شيعية المولد، هو مخرج وكان متزوجا وأب لطفلين يكبرني ب18 عاما، فكل المقومات التي يمكن أن تجعل الأب يجفل، خاصة إن كانت ابنته وحيدته، فهذا اللي حصل. ولكن الحقيقة بفضل الحرب، وقد يبدو هذا يعني إشكالية مهمة، قدرت أنه أعمل مسرح بفضل الحرب، قدرت أنه أتزوج الرجل اللي اختاروا قلبي وعقلي، وبفضل الحرب أنا أنجزنا. اللي اخترتك هو يعني طيب يعني لا تحرميه من حقه في الاختيار، ولكن هي أقنعت رئيس المخفر
علي أمين الحاج بأن يقبل بهذا صح ولا لا؟ الصراحة أنا كنت عارفة من الأساس أنه أنا غناية بالرغم من كل المصاعب آتي من بيئتي ومن تراثي. وكان طبعا اختياري للمسرح بوقت تعتبر امرأة ساقطة بوسطنا الشغلة مش موجودة فكرة المسرح ودراسة المسرح، يعني حي النبطية يعني ليس هو الأشرفية مثلا حيث يمكن أن يعتبر المسرح سلوكا عاديا. طبعا خاصة أنه أصولي أصول قروية من الجنوب اللبناني، فكان يعني الخيارات هذه خيارات جدا فيها بالنسبة لمحيطي فيها تحديات، ولم أكن أريد أن أخسر غناية المنشئي وأن أربح شيئا آخر، كنت أريد دائما في كل تحديات حياتي أن أكسب الجهتين، وهذا ما حصل. لكن اللي ساهم بإقناع أهلها هو بالفعل العمل المسرح اللي قدمني وقت اللي اجوا حضروا المسرحية شافوا شيء ما كانوا منتظرينه، خمنوا ان المسرح بتعرف تل هي وشغلات تسلية يعني، ولقوا عمل كتير جدي وعمل يعني قريب منهم كتير. أيوة قريب منهم. يمثل عن جد أفكارهم وانتمائهم لأخلاقيات معينة والآخري. مش بس هيك، اكتشفوا انه الاعمال تبع الحكواتي تعيد كتابه التاريخ اللبناني، لاننا تربينا على تاريخ مزيف ولغايه الان لا يوجد تاريخ يتفق عليه كل اللبنانيين. فانه اعاده نبش هذه الفرقه لاحداث هي عزيزه على قلبهم وكانت تبدو موؤوده، إعادة اكتشافها وإحيائها بالطريقة الإبداعية التي تمت بها، هذا الشيء اللي جعلهم أنه إف يمكن نحن واقعين على كنز ما عارفين شو قيمته. يعني المهم أنه انتصرنا. أنكم انتصرتم. لاحظ أنه أتكلم مع الأستاذ روجي باعتباره مخرجا، والحال أن الأصل فيه هو الممثل. وأريد أن أعود به إلى كانت بدايات الممثلة حنان مع المخرج روجي عساف. بدايات رجع الساف الأولى، أنا أعتقد أن أول دور مثلته كان أول دور احترافي كان مقابل 25 ليرة مع هنري خياط. مع هنري خياط قبضت 25 ليرة. صح كان عمري 11 سنة. شوف يعني بدأ الاحتراف مبكرا. كيف اهتدى هنري خياط إليك، وكيف يعني شاركته وأنت الطفل في أول مسرحية لك؟ لأنه بالمدرسة كنت كل سنة يطلبوا مني أنه شارك بعمل مسرحي، خاصة بالأعمار اللي كانت تنعرض أمام الجمهور. السنة من عمري 7 سنين كل سنة، فصار عندي نوعا ما شيء من الشهرة، شهرة بالوسط أنه هذا بيعرف يمثل هذا الصبي الآخر. فكان هنري خياط بحاجة لولد بمسرحيته، مسرحية في للكبار، بس كان في دور طفل شوي صعب، بمعنى هن توأم اثنين خيين، واحد عائل وواحد رذيل، ومطلوب ولد يمثل الدورين. فكنت العاقل والرذيل في الآن ذاته. ما هذا المطلوب بالمسرحية يعني. لا ولكن البداية يعني أنا هذه بداية أولى أيضا على سبيل التندر والتلطف. ولأن أيضا البدايات الحقيقية يجب أن لا نغفل عنها، نحن نصنع هناك في الطفولة، ولكن البداية الجدية الحقيقية كانت بالمسرح الذي تعرفت عليه من خلال كتابك البديع تياترو بيروت. يعني قرأته مثل ما تقرأ الرواية على فكرة، وأهنئك على الكتاب، وفيه عرفت عن مسرحية عودة أدونيس. العمل الأول الاحترافي الفعلي الجدي سنة 1965. احكي لنا عن عودة أدونيس، هذا العمل المسرحي الفرنكوفوني. نعم. الذي أعلن بدايتك الأولى الرسمية. إيه، ومسرحية من كاتب لبناني اسمه جابرييل بوستاني. جابرييل بوستاني. وهالمسرحية هي كانت عرض لافتتاح أول مسرح دائم في بيروت، مسرح بيروت. مسرح بيروت اللي صار أسطورة بتاريخ المسرح. كان البداية في 65. إيه، بس أنا كنت مجرد ممثل فقط، ما لعبت اي دور ثاني لا بالاخراج ولا كل الاضاء. يعني ما كنت بعدني جاي من معهد ستراسبور، يعني تعلمت التمثيل هناك ومثلت الدور بدون اي
أي ارتباط بأي شيء آخر، لا بالفكر المسرحي ولا بال هيك. ما كان عندي بهديك الوقت طموح إلا بالتمثيل، ما كنت فكر أبعد من هيك. ولكن بعدها ستفكر أبعد من هيك، لأنك محترف بيروت، سيرتبط كمحترف بتياترو بيروت، وتجربتك مع نضال أشقر من هناك انطلقت. ولعلكم إذا كان التأسيس في 65 هذا صحيح، ولكن معنى تياترو بيروت يعني سيحصل عليه من خلال المحترف وشغل المحترف. يعني صار في شيء كثير مهم بالمنطقة وكلنا كثير تأثرنا فيه، هو أحداث 67 68 69. يعني هالنهضة للثورة العربية وللثورة في العالم غيرت كليا نظرتنا لكل شيء. فهذا هو المنعطف. المنعطف مش تلقائي. التغيير الجذري بعلاقتي بالمسرح هو نتيجة الأحداث اللي أثرت فينا كتير. أنا لأول مرة بحياتي حسيت أهمية كوني عربي. بالأول ما كنا نفكر أبدا، حتى كنت فكر بركي بروح على فرنسا وبصير ممثل هناك، ولكن الأحداث هالقد أثرت فينا أنه خلاص ارتبطنا بمرحلة جديدة بالتاريخ، بالسياسة، بحياتنا، بتفكيرنا، وهذا اللي غير. اسمح لي قطع روجيه، هو حصل زلزال وقتها، لأنه سمير قصير عنده عبارة رائعة، معادلة رياضية ما حدا سبقه عليها، بيقول 1967 زائد 1968 يساوي 1969، أي نكسة حزيران 67، النكسة العربية، الهزيمة، 1968 الثورة وأحداث أيار بفرنسا، و1969 التشريع المقاومة الفلسطينية بلبنان من خلال اتفاق. لا 69، لا 70 تشريع، بس قبل اتفاق القاهرة، معركة الكرامة، معركة الكرامة، وبروز المقاومة الفلسطينية. معنى هذا اللي عم أقول، المقاومة الفلسطينية اللي كانت غير مشرعة، يعني ما كانت في تشريع. بس أنا ما يعنيني أيضا ما يعنيني أيضا في المقاومة الفلسطينية قبل التشريع وبعد التشريع، هو وهذا تكلمت عنه حنان في تياترو بيروت، هو كيف أن المقاومة الفلسطينية في بيروت هي التي احتضنت المسرح وحمته من النهب والسلب، صح؟ نعم، تحت مظلة المقاومة الفلسطينية الأحزاب اليسارية مجتمعة في بيروت الغربية، لأنه كان انقسمت بيروت لغربية وشرقية. الشرقية كانت أحادية إذا بدك الحزب والاتجاه اليميني الذي ينادي بفينيقية لبنان، وبينما الجانب الآخر هو مجموعة أحزاب يسارية تنادي بعروبة لبنان وتحتضن المقاومة الفلسطينية. فهذه مجموعة هذه الأحزاب تحت مظلة المقاومة بالفعل حمت المسرح من النهب والزوال. وهناك مقولة لبعض الفنانين تقول بأن مسرح بيروت خلال الحرب كان مزيج من ثلاث إبداعات. أولاً المسرح الحكواتي الذي كان يعمل بداخله، الأحزاب اليسارية، واحتفالات عاشوراء. فكان مزيجاً عجيباً من هذه العناصر الثلاثة. بس في غلط بالتاريخ، مش صحيح. يعني وقت ابتدأنا مسرحية مجدلون مثلا، المقاومة الفلسطينية كانت بعدها يعني مش واصلة على بيروت، كانت غير شرعية، كانت بالجنوب. بس الحركة الفدائية كنا نحمل نحن صورها، صور الفدائيين، قبل ما تكون الصورة شرعية. بالعكس، ولهالسبب مجدلون توقفت. مضبط. بعدين ما كان في، عم نحكي خلال الحرب، انحمى خلال الحرب، يعني ما كانت بعد الثورة قادرة تحضن الأعمال أو الأفكار. صح. اللي صارت فيما بعد اليسار اللبناني بس نحن سبقناهم. يعني هناك استباق، والفكرة فعلا هي كذلك، لأن مجدلون عن العمل الفدائي الفلسطيني في مواجهة إسرائيل، وكانت أول عمل يتعرض رسميا للمنع من طرف الأمن اللبناني. ولكن أذكر أنك رفعت دعوة على الدولة اللبنانية. رفعت دعوة. إيه
ايه صار في دعوه من دعوتين يعني واحده هيك هم رفعوا عليك دعوه وانت رفعت عليهم دعوه بس كمان يعني ما لازم ننسى انه الافكار والحماس وقلب الاشياء بلشت مع الحركه الشعبيه بجنوب وخاصه النساء، النساء كانت تنام على الطريق لحتى تمنع دبابات الجيش من التقدم تمنع من التقدم يعني هذه يعني هن اللي سبقون اضرابات عمال التبغ مع عمال غندور هذا بغدان بالسبعينات عملك انت كنت بعدك اوكي لا شوي لا البدايه كانت اولا هالحركه الفدائيه اللي تبنتها كل الفئات الشعبيه بالجنوب ببيروت لا بيروت كان في شوي كانوا قلال اللي كانوا يحملوا اللواء الثوره الفلسطينيه وكان في الافكار الجايه من العالم من تشيكوسلوفاكيا من فرنسا من الولايات المتحده من الصين من فيتنام يعني على مسرح على كل حال نحن حطينا صور جيفارا وهوشيمين ومع الفدائيين ومع فهذا الجو اللي فعلا كان كثير فريد من نوعه. صدروجي بعد انفراد عقد محترف بيروت عشت فترة انقطاع لعلها الفترة التي قادتك إلى مخيمات الفلسطينيين بالأردن وهناك ربما الكثير من رؤاك وأفكارك المسرحية تغيرت والدليل أنك جئت بروح جديدة هي التي سكنت مسرح الحكواتي. نعم حكينا على هذا الانتقال ولكن أهم نقطة هي الحياة التعايش مع الفئات الشعبية يعني بالجنوب الجنوب يعني المقاومة كانت موجودة بالجنوب بس أنا اهتميت أكثر بحالة الناس بوجود الحركة الثورية يعني الحياة الشعبية وهونيك اكتشفت تعلمت المسرح الحقيقي عندهم يعني هني اللي عطوني كل المعطيات اللي على أساسها عملنا مسرح حكواتي ببساطة قالوا لي بدنا نشتغل مسرح قلت له أنا ما بعرف مسرح أنتوا بتعرفوا قالوا كيف نحن ما اشتغلنا مسرح لهالسبب بتعرفوا كيف لازم يكون مسرح حقيقي بس إذا بدكم اشتغل معكم أنتوا بدكم تعملوا كل شيء وهذا اللي صار يعني يخبروا قصص وبعدين يكتبوا وبعدين يحاولوا يمثلوا وبعدين نشتغل سوا حتى نلاقي الصيغة اللي ممكن تتحول إلى المسرح وهالتجربة نقلتها للطلاب بالجامعة حتى يقتنعوا إنه إذا بدنا نشتغل مسرح مش رح نعمل مسرح كلاسيكي وعلى الطريقة التقليدية بس كنت مدفوع بقناعة إنه تجربة محترف بيروت للمسرح بنهايتها كانت أكثر تخدم إذا بدك المسرح البرجوازي وحسيت في تناقض ما أنت حابب تتخطاه لا النية كانت طيبة ولكن المسرح بالصلاة ببيروت بالمدينة والجمهور اللي بده يدفعنا حتى يفوت يحضر مسرح يعني طبيعة الحال ما كان ممكن نطلع من هالوضع انه نحكي عن الشعب بس الشعب مش موجود وهذا اللي قلته وهذا الشعب المسرحي الجديد والمتجدد ستجده في مجموعه من الشباب احاطوا بك حينها بطرس روحانه رفيق علي احمد علي احمد عبيد جاش حسن وحتى مرسيل خليفه في الموسيقى يعني زياد رحباني كل هؤلاء الشباب تحلقوا حولك وحول مسرح الحكواتي وهي الدينامية أنت كنت من بينهم لأنه أعرف بأنك كنت مع بطرس روحانة وأحمد قعبور ومرسيل خليفة تعملوا يعني اجتماعات شبابية يسارية قبل الحكواتي كنا نجتمع بكلية التربية وكلية التربية كانت إذا بدك يعني المركز الذي كانت تنطلق منه المظاهرات وفي مرحلة من مراحل المظاهرات التي كانت تنطلق من الجامعة اللبنانية كانت قادرة أن تسقط حكومة وتطلع حكومة فهالجو هيدا جمعنا يعني كنا نروح بكافيتيريا كلية التربية نعمل شو ما بدك نقول شعر نعمل موسيقى نطلع بمظاهرة من الناس من حظي أنه كان في بطرس روحانة كان في مرسيل خليفة كان بلش بفرقته الميادين وهكذا كان يعني هذا الشيء الجو اللي كمان أوقات كنا نلتقي بالملاجئ لما كنا نضطر أنه 4-5 أيام نحصر بملجأ دون أن نخرج كنا بحس من بالغريزيا كنا شوي نحول هالملجأ وقت لعيد
اللي يعرف يعزف يعزف، اللي يعرف يقول سكتش يخترع اشياء، وهيك بلشت القصص اذا بدك من هون. واستمرت هذه الدينامية إلى أن سافرت ممثلتك المفضلة إلى أمريكا وعادت بحجاب. كيف تعامل المخرج مع ممثلته؟ لن أتحدث عن الزوج، خلينا في المخرج. ربما أول مسرحية جنينة الصنايع من بعد الحجاب، يمكن عملنا شيء قبل. لا ما كنا نشتغل مسرح، عملنا فيلم معركة، عملنا تجربة سينمائية اللي هي فيلم معركة ومظبوط. لا أول عمل من بعدها كانت مذكرات أيوب من كتابة الياس الخوري. تعرف لماذا جنينة الصنايع هي التي في بالي؟ لأنه أعرف بأنه حصلت فيها واقعة طريفة لك. اللي هي تبعت فرنسا بسبب الحجاب. لا هذه الواقعة الطريفة حصلت لي وأنا أقوم ببطولة مسرحية البارافانات لجان جوني بفرنسا. كان قد اقترني مخرج فرنسي لكي أقوم بهذا الدور، وهناك حصلت الحادثة الطريفة. ذكريني بها، ذكريني. ولكن كان وقتها بال 2004-2005 بعز النقاشات والصراعات حول القانون الذي يمنع الحجاب في الأماكن، في المدارس والأماكن الرسمية والأماكن العامة. وأنا كنت يعني بطبيعتي بالنسبة لي الحجاب وغير الحجاب يعني شيئان يتكملان في القناعات وفي الجماليات وفي الإبداع. فمرة كنت آتية من بروكسل وأنا هيك أحس بنوع من الصفاء الذهني من بعد عودتي من بروكسل، لأنه باريس فيها كتير ضغط، وجالسة في الأوتوبيس وأمضغ لبانة علكة في فمي وأنا مدمنة لبان، ويعني أقوم بكتابة رسالة لصديقتي. فكنت أكتب الرسالة وأمضغ العلكة وأنا أحس بهذه الهالة من الصفاء على رأسي ولا أريد أن يزعجها أحد. وإذ بي أحس بامرأة هيك مثل هوا هيك إجا طرأني بكتفي، امرأة شقراء حسناء فرنسية طبعا فرنسية مرتدية زي شانيل مرتبة متحضرة، فبتبرم لعندي وبتقول لي هيك بالفرنسي avec un chewing gum à la bouche un portable à la main t'aurais mieux fait d'enlever ton putain de voile. يعني بتبزق بوجهي، تبصق في وجهي وتخرج. يعني بحجاب على الراس وبالهذا اللي بتكتبه والعلك في الفم وكذا، كان عليك ان تزيحي حجابك. كان ton putain de voile، هذا الحجاب مع الشتيمه ثلاث نقط. فيعني فهذا ما حصل، وأحسست حينها أن هالة الصفاء التي على رأسي تناثرت إربا وراحت. ولكن أنا أفكر أيضا في الحجاب على الخشبة، لأن أنا حضرت في بروكسل لعرض جوغينج مسرحيتك الأخيرة والجميلة، وبعدين نحكي عنها. يعني أحسست بأنك تتلاعبين بالحجاب في لحظة معينة، وحتى في لحظة سمعت دردشة الجمهور هل في لقطة معينة. كيف تلاعبت بالجمهور وبتوقعاته منك في هذه المسرحية بالذات؟ بتصدق ياسين، يعني أنا ما بتقصد الموضوع، بس لأنه أنا بالنسبة إلي الحجاب ليس يعني اعتمادا دينيا بقدر ما هو يعني اختيار هوياتي جمالي. سألني أحد الصحفيين بعد مسرحية بارافانات في باريس، أنت عظيم على المسرح ولكن لماذا الحجاب؟ قلت بشكل بديهي لأنه جميل، لأنه يذكرني بالنساء الجنوبيات الشاعرات بالفطرة. ستي علمتني الرقص، علمتني الدبكة، علمتني الارتجال. يعني لما بعمل مسرحية بحس أن الحجاب هو بلس، يعني هو شيء يعطيني شيء إضافي، يفتح لي أفاقا زائدة، فأستعمل هذا العنصر الزائد لكي يعني أوقات. فبتذكر بجنينة الصنايع، حتى ذكرت حضرتك في مسرحية محطة مهمة جدا ومعك حق تختارها، وانت اللي قلتيها لي، انت اللي قلت لي مرة في صح. حصل شغلة انه بأحد المشاهد بكون أنا والممثلتين زميلتي برنادات حداب وحنان عبود بمشهد من المشاهد نتكلم عن
انه كيف انا مرت المخرج وعندي مزايا هذا من ضمن المسرح جوات المسرح كيف بيجي مأخره وهن عليهم يجوا بالوقت والاخري فبصير في لغط بيناتنا ونقاش. فالمخرج اللي هو قدامنا اللي هو مخرج بقلب المسرحيه بيعيط علينا وبيقول لنا وقفوا حديث ويلا اشلحوا جلدكم وفوتوا بالدور الحقيقي. فبتذكر في موسيقى بتعمل طر طق مفروض اول ممثل على يميني تخلع الحجاب بيرجع طر طق مفروض الممثله التي على يساري تخلع الحجاب. وفي المره الثالثه ياتي دوري وانا اعرف في قرارات نفسي ان بعد نفس الطر طق يجب علي ان اخلع الحجاب. فانظر يمينا وشمالا وضربات قلبي تتسارع فنسمع الموسيقى طر طق اخلع الحجاب. وإذا بالجمهور يكتشف أنه هناك حجاب مطابق تماماً للحجاب الأول تحت على رأسه فطبعاً السارة تدوي بالتصفيق يعني ممن هم مع الحجاب أو ضد الحجاب. صحيح. فهذه يعني طريقة إبداعية بالتعامل. صحيح. مع الموضوع. ولكن التعامل مع الموضوع بالنهاية الأصل هو القناعات الجميلة الأصيلة عند الإنسان، والإنسان الأصيل يعرف كيف يعني الأصل يحافظ على الجوهر الحي. أنا أفكر مثلا لما تفكر في رجع عساف يعني عرفاه الناس مسيحيا ملتزما ثم عرفوه ماركسيا ملتزما، فينا نقول اليوم أنك مسلم ملتزم؟ صح. هون لازم أحكي لكم عن أهلي. أهلي هن اللي علموني هالشي. بالأول أنا كنت أدرس طب، مفروض درست 4 سنين طب، بعدين جيت عند أهلي قلت لهم أنا بدي أعمل مسرح. بي قال لي وكان طبعا تأثر، قال لي أنا بوثق فيك وأكيد بتعرف شو عم تعمل. باخت لغير بعدين كبرنا صرت أعمل أشتغل مسرح وأسلمت وتجوزت حنان وأمي. بي توفى، كان متوفي وقتها. أمي تقبلت الأشياء أنه تصير مسلم وتجوز مرة شيعية وصار في بين الوالدة وحنان، هي فيها تحكي فيها تشهد، علاقة صداقة وحب ومودة غريبة. يعني تعلمت من أهلي أنه اتعاطى مع الآخرين بدون ما أفرض عليهم أنا شو بدي وذوقي وأفكاري. ولكن من الأشياء الجميلة التي سمعت الأستاذ رجيع عساف يقول هو أن يعتبر إسلامه استكمالا لمسيحيته وليس نقضا لها. كثير مهم الفكرة، هي فكرة مضيئة طبعاً. جدا. ولهالسبب بقدر أقول اليوم وبالصراحة بدون نفاق انه انا اليوم مسلم مسيحي ماركسي. جميل. يهودي؟ لا. لا منك يهودي كمان؟ لا. ترد وعنده مشاكل بودي. كثيرة مع اسرائيل، وعنده مشاكل كثيرة مع اسرائيل. انا بالنسبة لي الذي يؤمن بالاختلاف، اختلاف الثقافات والحضارات كمصدر تنوع جوهري يمكن ان يكون الشيء وكل شيء بالوقت نفسه. أنا قناعتي يمكن هوني بختلف مع روجي، ممكن أن أكون يهودية أتي مسلمة مسيحية يعني أي أنت ما بدك إياه، ممكن أن أكون كل ذلك ومسلمة حتى اللب في الوقت نفسه. أنا لا، ما ممكن إلا ما مارس الشيء، يعني من بعد الممارسة، مش موقف نظري بدي أكون مسلم، مش لا، بالممارسة بكتشف أنه الإسلام مناسب أو متطابق مع قناعات عميقة دفينة عندي مع رغباتي. يا أستاذ رجل ما بيتناقض مع مسيحيتي ومعركسيتي. لو هليك ما بعرف بوذي، ما فيني يكون بوذي. أنا بحكي نظريا، أنت عم تحكي. لا أنا ما بحكي نظريا، وأنا لن أبقى في الحدود النظرية. إحنا هذا الاختلاف سنجربه عمليا ولكن على السفرة. سيكون اختلاف من داخل تنوع لأن السفرة لبنانية، يعني أطمئنكم. نروح على السفرة؟ يلا لا يلا. يلا مرحبتين. في الحقيقة يعني حاولت أن ألفق لكم مطعما لبنانيا، أرجو أنه يعني تتعاملوا بتجاوز مع بعض الاختلالات الصغيرة. التلفيق ناجح من حيث الألوان والتنوع ويعطيك العافية. لا مش بالمجال. لا ولكن لو تدق الكبة يمكن تعجبك والتبولة.
انا عندي اهم شيء الكبه والتبولي ومنقوشه الزعتر. منقوشه طبعا. انا اذا تحققت ثلاثه فانا خلاص. لبناني خلاص. ركبت السيبه. بحب اسكب لك. يا الله يحفظك شويه بس الاستاذ روجي. شكرا عزيزتي. شكرا. لا بدك تعرفي ما امامك اخذ المنقوشه. المنقوشه المنقوشه. اوكي انا ايضا ساخذ منقوشه الزعتر. شيء بشهي. يعني انت في الوسط يعني. الكل امامك. من الاشياء المهمه على السفره اللبنانيه هي دائما دائما موجوده هو الزيتون. اكيد الزيتون. في بعض الزيت بعض قطع الزيتون. الزيتون عن جد حضاره. مره بمسرحيه بمدينه المرايا قلت مشهد كامل على الزيتون. وعلى اهميه الزيتون. الزيتون اولا الزيتون بذكر بفلسطين. صحيح. وكان في صوره على المسرح صوره مره اللي حاطه زيتوني جايين الاسرائيليين يشيلوها. وقديش في بالزيتون حضاره و يعني في رموز. صحيح. اولا كل ثقافه المتوسط تقوم على الزيتون. يعني في الشعر في الادب في اشياء كثيره. ولكن فعلا نجحت فلسطين في ان يصير الزيتون رمزا من 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 رموزها. اشتغالك على الموضوع الفلسطينيه في اعمالك المسرحيه يعني تعرف في ناس يظنون بان رجع عساف مخرج فلسطيني. انا بعتز بهال هو الياس الخوري. الياس الخوري في بعض اللبنانيين قالوا هذا الفلسطيني ليش مخلينه بلبنان خلينه يرحلوه. يرحلوه بالضبط. كيف بدهم يرحلوني؟ ما انا بالنسبه لي بيروت عاصمه فلسطينيه تاريخيا وبالفعل. يعني هي يعني كثير من تاريخ بيروت مرتبط بالقدس وبفلسطين. ومؤخرا التقيت بمرأة بمؤتمر بوسنية من بوسنيا قالت لي قديش بتحس مع بيروت ومع القدس. يعني هيك قرابي بتكون نفس المدينة نفس الروح ونفس التاريخ نفس الملحمة. نفس الملحمة. يعني مدن فيها احتمال لمجتمع يجمع بين الأديان بين الثقافات مدمرة لها السبب. أنا ممنوع هيك مدينة أنه هيك تعيش. نموذج غني ومتنوع أنه تعيش سراييفو بيروت والقدس بهالمعنى. قدس عاصمة عالمية لأنه تختزل بدون شك. إذا بدك قضايا الحق والظلم يعني إذا بدك تختزل كل شيء في مظالم بالعالم القضية الفلسطينية هي المركز. صحيح. وأصعب شيء علي اليوم أنا أشوف قديش الموضوع مهمل. مهمل بشكل كلي. شيء يعني ما ممكن. يعني ما في مسرحية وما في مداخلة بمؤتمر إلا ما أذكر فلسطين. صحيح. ولهذا كما قلت لك يظنونك يحسبونك فلسطينيا لا لبنانيا. يعني لما كان محمود درويش يقول بيروت خيمتنا الأخيرة. أيوة. كان أيضا يعني ما يقول يعرف مدى عمق القرابة ما بين بيروت وفلسطين. القدس كل مدن فلسطين. هاد الزيتون مش بس فلسطين كل يعني بيروت رمز كتير كبير. هلا بيروت طبعا مدمرة ومذبوحة يعني شالوا قلبها. يعني بيروت هي المكان مميز للإنسانية اللي منفتحة على كل الأديان كل الثقافات كل الاحتمالات. صحيح. والأستاذ روجي يقول حنان بأنه شالوا قلب. أنا أفكر في تياترو بيروت. يعني نعم ما هو تياترو بيروت إذا بدك كمان رمز من مؤسف أنه طبعا هلأ خلاص المضربات العقارية شوهت بيروت خلاص. يعني بيروت اللي بنعرفها لم تعد موجودة وذهبت إلى غير رجعة. أنا برأيي إذا بتطلع بالطيارة هلأ غابة بطون ما في عرق أخضر. بعدين ما في فضاءات العامة فضاءات الثقافية. إنه قلب بيروت اللي كان بالزمانات ينبض بكل التنوع بكل الطبقات بكل الأجناس والأصناف صفت هلأ عبارة عن مشروع عقاري فارغ يعني للأسف الشديد.
وتياترو بيروت الآن لا يشتغل؟ لا مش بس لا يشتغل، هلأ في طبعا الناشطين الثقافيين يعني حاربنا مدة سنوات وكدنا أن ننتصر كمان بهالمعركة، ولكن بدل أن يعتبروه يعني طبقوا قوانين غسان سلامي على أنه هو صرح ثقافي ويمنع من الردم، يعني ميعوا الأمور وبعتقد هو قايل إلى الزوال على الأسف، لأنه عارف بأن نشاطكم الآن نقلتوه إلى مسرح دوار الشمس، إلى مسرح دوار الشمس على الطيوني، حدود التماس ما بين الشرقية والغربية. نعم، لأنه بالنسبة لنا هذه الحدود هي مفروض تكون تماس وتماس فعلي. وهالكلمة إذا بدك بتحمل المعنى وعكسه، لأنه من جهة كلمة تماس مفروض يكون فيه يعني نوع من التيار الحقيقي الذي يمزج عضويا بين أشياء، بينما تحول مع الحرب رمز لل عدم الامتزاج، للكراهية، للتباعد. فأردنا من هذا الانتقال أن نعيد لهذه المنطقة تنوعها وتمازجها الأصلي، للمنطقة استراتيجية أعتقد إيه؟ يعني هي بين رأس بيروت وما بين المخيمات الفلسطينية، الضاحية الجنوبية، سامي الصلح والأشرفية، فهي عن جد نموذج متنوع. وأردنا أن يكون هذا المسرح فضاء عام ومنبر حر للشباب اللبناني لكي يجدوا منصة للاتقاء وللتحاور وللحوار، نقاش حول القضايا، ولكي يكون التماء. بدي خبرك كيف افتتحنا المسرح. عملنا نهار أبواب مفتوحة، ولكن وجهنا دعوة لكل الشباب اللي بنعرفه، الشباب بكل الأحزاب، اليمينية، اليسارية، الوسطية، الإسلامية، المسيحية، بس الشباب، بدون ما نطلب من الأحزاب، من القيادات أنه يشاركوا، الشباب اللي بنعرفهم تعوا. وكان الموضوع اللقاء ونسألهم شو معنى المواطنة عندكم، أن يكون الإنسان مواطن، ما معنى ذلك؟ فبالأول كانوا موزعين هيك الجروب، كل مجموعة لحالة، يطلع واحد ويتفاصح يعمل هيك خطاب شوي تقليدي، وشوي صار في نقاشات بيناتهم، وبعدين بالآخر صاروا يحكوا كلهم نفس الحكي، وما نعرف هذا اللي عم بيحكي بيمثل أي حزب، قد ما كلهم كانوا متفقين تقريبا على المعنى وعلى الرغبة أنه يكونوا سوا بوطن حقيقي. وهذه رغبة يجب فعلا أن تحترم، ويجب أن نخلق خطوط تماسات حقيقية ونغن، ولكن ما قدرنا نكمل بسبب التقسيم اللي صار، اللي تأكد أكثر من بعد حرب 2006 ومن بعد مقتل الرئيس الحريري، صار التقسيم أكثر مما كان قبل مع الأسف الشديد. يعني بالحرب الأهلية وقت كان في خطوط تماس، كان الناس حابة تتخطى حدود تماس انه ترجع تلتقي، وكل ما يكون في هدنة يرجعوا يلتقوا. اليوم بدون حرب الناس ترفض انها تلتقي مع الأسف الشديد. جرب الحمص. شكرا، انا حتى حطيته على خط التماس انا عرفت لكي يكون وتلقفت الفكره دغري. مختصر مفيد يلعن السياسه، يلعن السياسه وبالهنا والشفاء. خلينا نرجع الى فولتير، كان بيقول السياسه وسيلة للناس اللي بلا مبادئ لحتى يسوسوا الناس اللي بلا ذاكرة. جميل. وأنا بقول إنه المسرح هو المكان الوحيد اللي بيقدر إنه يقدم فيه الذاكرة والذاكرة الحية بشكل إنه ما ممكن تموت. صحيح. وذاكرتنا المسرح وبالهنا والشفاء. خلينا نتغداو لكي نواصل حوارنا شوية على المكتب. يلا بالهنا والشفاء. صحتين. تفضل ليمونك أستاذ رجاي. طبعا ليمون عزيزتي حنان. الليمون احنا كنسموه الحامض طبعا، ربما مثل انتم ايضا حامض. انا قبل ان اشاهد مسرحيه جوغينج في بيروت قرات النص واحببت النص
والنص حرضني على مشاهدة المسرحية، يعني مش مثل بعض النصوص تقرأ النص وتقول أوكي أنا قرأت النص يعني بكفي. لماذا كتبت النص وأعددته وعملت كل شيء؟ يعني على الأقل كنت تشوفي الأستاذ روجي يشيل عنك شوي الإخراج. ولا روجي رفض يعمل رفض. الإخراج لك ليه؟ لأنه هالقد صرنا منفهم بعض وهالقد منحب بعض ونقديين تجاه بعض حتى نطلع بأفضل صورة، وصلنا لمحل ما بقاش نقدر نشتغل مع بعض. يعني يعني المسيرة النقدية المشتركة بتوصل بتستمر ما بنعود نخلص. والحقيقة أنا قلت له وتمنيت أنه يعملها، قال لي معلش هيدي المسرحية إلك حنان فأنت كوني المايسترو تبعها من الألف للياء. هالقد روجيه يعني كريم وحر ببعض المحلات. ولكن أستاذ روجيه هي وصفت المسرحية بأنها مسرحية غير شرعية وبنت حرام. تأكيد قرأت النص وشفت المسرحية بأي معنى هي كذلك؟ ما بتعرف؟ مش إنه ما بعرف، يعني حتى الكلام عن المسرحية يعني بحكي معها بس مش مع الناس. غير شرعية وبنت حرام لأنه أنا حبيت مارس فيها فعل الحرية للأخير، واعتبرت أنه الفنان بال2018 ما عاد مقبول أنه ما يكون حر بفنه وماسك زمام أموره للآخر. ومثل ما بتعرف نحن باللبنان وبالعالم العربي إجمالا مجبورين نبعث النص للرقابة قبل ما نعمل العمل، مشان يا أما تشذبه يا أما تقص منه يا أما تمنعه بدون ما تقول ليش منعته. فأنا الحقيقة حبيت أنه أنت عملتي أنه مسرح قيد التطوير. وكل العروض التي قدمتها، العرض اللي حضرت لنا في بيروت، كما لو أنه لقاء أصدقاء، يعني ما لا تدفع أصلا لكي تشاهد المسرح. صح، ما بتدفع، هو يعني بفوت المشاهد ببلاش، ولكن بدل أن يشتري بطاقة بيطلع معه نموذج من النص بثلاث لغات، يعني بيكسب مسرحية. صح. وبيكسب نص، وبتحس بهالحميمية لأنه أنا أردت أنه المسرح من خلال هالتجربة اللي أنا عشتها واللي عن جد قدرت أعيش فيها تجربة متمنى بتمنى المسرح أنه يكون، أنه نعيد معنى المسرح لمعنيه الأصل الأجورا، هالفضاء الساحة العامة الحرة اللي بيقدر يلتقوا فيها مواطنين بيناتهم فنانين ومشاهدين أوقات، ويقدروا يتعاملوا ويطرحوا أي موضوع شائك كان أو غير شائك، يطرحوا ويتناقشوا فيه للآخر ويتداولوا بأموره. وفعلا فكرة الأجورة حاصلة، وفكرة التطوير كان عندك تطوير يعني عكسي كمن يسوق مشاريع، لأنه في لحظة العمل والاجتهاد السينوغرافي كنت تشتغلين بالحذف لا بالإضافة. نعم. وانتهيت إلى الإفراغ التام للخشبة. شو عندك معلومات خطيرة. أنا شفت المسرحية. الحقيقة يعني قمت باختبارات كتير متنوعة، وكل مرة أنا وزملائي شركائي بهالتجربة اللي هن عبدالله الكفري دراماتور سوري وإريك دونيو اللي هو كان المدير الفني للعمل، كنا ناخد اقتراح مختلف ونخده للآخر بثقة تامة. حتى ببعض المرات مثلا عملنا بنينا الحيط الرابع عكس ما شاهدته تماما، وقمنا بقصة كتابة قصة متخيلة عن حنان، فضلينا نختزل لحتى اخترنا هالفضاء الفارغ اللي بيحكي عنه بروك، اللي بيعبيه الممثل بخياله بلغته بجسده، وبيعبيه المشاهد بخياله بعلاقته العضوية مع الفنان. والحقيقة يعني بعتقد انه هالخيار سمح لي من حيث المبدأ انه انا اقدر ابني فعليا وحقق هالأجورة، لانه بشنتين قادرة ضب الإضاءة وضب الصوت وضب الأكسسوارات وروح من المسارح الكبيرة بالعالم وأهم المهرجانات إلى الضيع النائي إلى المخيمات إلى المدارس الرسمية وإلى آخره وإلى آخره. وحقيقة هذا الذهاب بالشنطتين فيهما أيضا حياتك وسيرتك الذاتية وأفكارك الشخصية واشتباكاتك مع الواقع اللبناني والعربي. أنت أستاذ روجي تركتها تنوء بهذا الحمل الشخصي الذاتي، استبعتها يعني تتابعها من بعيد من 3000 عام للوراء. انت رجعت الحرب طروادة كأن يعني ما كفتك الحروب اللي بيناتنا اليوم، يعني احنا غارقين في الحروب، يعني لماذا رحت الى طروادة؟ حرب طروادة. لا حرب طروادة غير موضوع، وما بحب احكي عن المسرحية بالذات، بحب احكي عن التجربة. وصراحة طرحت على
حنان تشاركنا بس ما قدرت بسبب العروض. أنا لما شفت حرب طروادة فيها 20 ممثل وأنت لم تشاركي قلت ربما لم تكوني متدربة كفاية على حمل السلاح لهذا ما رحت معه. إن شاء الله ما بحلو لأنه بفضل موت مظلومة مش ظالمة. الموضوع مش هون، يعني هي من أهم التجارب اللي خطت، وهي بتمثل تقريبا يعني وين وصلت بالتفكير بالمسرح. يعني المسرح بحد ذاته مش هالقد مهم، المهم هو العمل المسرحي، كيف نشتغل مسرح سيرورة. وبحرب طروادة كانت مجموعة، المجموعة اعتبرتها أنه ممكن تكون خلية نموذجية للمجتمع اللي نحن منتصور بدنا نعيش فيه. نحن مندافع عن أفكار بدنا أنه المجتمع يكون كذا وكذا وكذا، ونحن هون عندنا مجموعة هي جماعة، هي مجتمع مصغر، مجتمع مصغر، والأفكار اللي بندعي أنه بدنا إياها، الحرية، احترام الآخر، العدل، المساواة بين الرجل والمرأة، كل الأفكار، يعني مع ناس جايين من أطراف مختلفة، من مذاهب مختلفة، من قناعات سياسية مختلفة، من مناطق مختلفة، اجتمعنا وكان كل الشغل خاصة بالمرحلة الأولى أنه تحويل هالمجموعة إلى مجتمع مثالي، يعني كيف العلاقات بيناتنا، كيف السوا، وحتى كيف تبادل الادوار بيناتكم. اللي كنشوف مع عصام ابو خالد كيف مره هو ممثل معك وهو الشاب، وبعدين انت تصير ممثل عنده وهو المخرج، يعني مش المخرج اللي كل الادوار مش موزع، كل واحد كلهم بيمثلوا كل الادوار لانه كلهم عندهم هدف واحد انه العمل الجماعي، انه عمل الجماعي يكون ناجح بدون ما حدا يدافع عن دوره وعن، واهم شيء يعني كله هيدا ممكن وقت ما بيكون في مشكله المال المصاري. من الاساس بيعرفوا انه ما في مصاري انه المدخول رح يتوزع بالتساوي على الكل، مخرج، ممثل، تقني، مساعد، كلهم توزعت المصاري على الكل. وقت ما بيكون في مصاري ممكن نخوض هالتجربة. وبصراحة بصراحة بمجتمعنا وبكل العالم اللعنة الكبيرة هي المصاري. هلأ بيني وبينك إذا مختلفين على الأفكار منتحاور منحكي ومنضل أصحاب حتى إذا مش متفقين، ولكن إذا في مصاري عم نتنافس عليه ما بتنحل إلا بحرب، إلا بحرب مصالح. مع الأسف الشديد وإحنا غنهربوا من الحرب إلى ذات المبدع. أنا حابب فعلا تقرأي لي شوية من جوغينغ لأنه المسرحية شفتها ومقاطع كثيرة لا أستطيع أن أنساها، ولكن المقطع الشخصي أنا حابب أسمعه منك. يعني أنا معجبة بهمزات وصلك. شفت أجمل الهمزات هي التي تأتي من صاحب شأن، يعني وأنت ستصيليننا مع عرض لا زال في البال وفي الذاكرة. طيب أوكي، لاختصار الوقت رح بلش من هالمقطع. وما تواخذوني إذا طلعت بوشكن، بوشكن المسك، وما أني أنا اللي بوشكن وأنا لني مسك ولني هديك الشغلة، أنا اثنين سوا، فرح أعرفكن على حالي. وبعتقد انه اللي بيعرفوني رح يكتشفوا انه ما بيعرفوني، واللي ما بيعرفوني رح يقولوا الله يلعن الساعة اللي تعرفنا فيها على هالمرة. لغايته انا بحسب الوثائق الرسمية اسمي حنان علي الحاج علي بنت علي امين درويش، مواطنة لبنانية اصيلة منذ اكثر من 10 سنوات، مواطنة فرنسية جلب بالزواج منذ اكثر من 10 سنوات، متزوجة من لبناني أصيل فرنساوي أصلي ماروني مأصل منذ أكثر من 10 سنوات، سني تجليط عمل سني ليطلق، شيعية المذهب، خلقت بالنبطية متولية بحي الميدان رقم السجل 17، وبالزواج انتقل سجلي من النبطية لبيروت وصار رقمه 914. بدكم تقولوا كأني انقذفت بالمنجنيق من النبطية لعقر دار الأشرفية، بس اكتشفت بعد هالانتقال انه انا مكتومة الأيد، ما عاد إلي وجود بالجمهورية اللبنانية بعد هالزواج. ليه؟ لأنه بس رحت لانتخب لأول مرة بحياتي بعد ما هديت الحرب بالتسعينات بالانتخابات النيابية مش البلدية،
رحت على مركز الانتخابات اللي عينوا لي اياه بثانوية الرمال. هونيك الموظف تفاجأ فيي، فحصني من فوق لتحت من تحت لفوق، شاف السجلات من الشمال لليمين من اليمين للشمال، بالاخر طلع فيه وقال لي سوري مدام اسمك مش موجود. كأني حبة ملح ودابث، يلا الكذب ملح الرجال وأنا مساقبة مرة. هالمرة عندها 4 أولاد بس ولا واحد منهم بالبلد مثلهم مثل كل رفقاتهم برا. وهالمرة مواطنة عمرها بتكون تقولوا ما تفضحنا، لأنه بتعرف الباسبور ببداية الخمسينات، واللي بتعمل رياضة الجوجينج كل يوم الهرولة ببيروت لتتوقع من السترس والأستيوبوروز يعني ترقق العظام. هلأ هالتمارين مفروض تريحها وتساعدها تحافظ على توازنها النفسي والجسدي، لأنه بتفرز بجسمها نوعين هرمونات، الأدرينالين والدوبامين، واحد بيروق واحد بيفوق، واحد بينوم واحد بيقوم، واحد بكرج واحد بهبرج. وبهالمشوار بتستعرض احلام وشخصيات وادوار وخيبات وامال.